بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. إن شاء الله دلوقتي إحنا لسه في محلات M76 هنشوف بقى دلوقتي الشنط البراندات. شوفوا بقى أسعار الشنط البراندات، وهي لو هتجيبيها بكام وهنا بكام. هنشوف بقى تحطيم أسعار وهنشوف كل حاجة. خليكم بقى معانا في الجزء ده، بس قبل ما ندخل يا ريت اللايك والاشتراك في القناه ونبتدي على بركه الله. نبتدي اول حاجه دي ايه؟ دي ماركت دوكا. دي ماركت دوكا عامله 350 جنيه. تمام. طبعا تمام. المصري طبعا لو حبيت تجيبي شنطه مصري بالحجم ده هتلاقي اغلى من كده بكتير. ده الوسع بتاعها من جوه، بصوا يا جماعه. تمام. ده الوسع بتاعها، واضح ان هي واسعه كمان. تجيب تاني من جوه. وفي من بره. ده كليبس. ده كليبس كده، اصلا شكلها قيم يعني، وماركة كمان يعني، بتبقى جلد بقى طبيعي وكده. يا فندم كلها حاجات مستوردة، وطبعا بالكيسة بتاعتها يا جماعة. في عندنا اهي حاجة تانية شكل تاني، دي برضو دوكا. بالتيكت بتاعها. تعالوا بقى نشوف في حاجات تانية. دي ايه، سهرات دي ولا ايه؟ دي شنطة ده. على مهلك. دي شنطة ده. براند دوكا برضو. دوكا. اي واحده فيهم ب 350؟ اي واحده فيهم ب 350. اي شنطه سعر موحد 350، وبراند، ويعني براند اصلي. تمام. عندنا بقى كمان حاجه تانية. بصوا الاشكال، انا عايزه افرجكم على الاشكال. بصوا يا جماعه لمحبي الالوان، دي بصوا عامله ازاي من جوه، حاجه عمليه جدا. انتوا عارفين الصيف بيحب الالوان. ياه، بصوا فيها ايه. بصوا قد ايه، وريني كده الشنطه. فيها سوسته، ادي دي سوسته اهي. ممكن حضرتك تقول لي بس عليها عشان ادي اهي من هنا دوكا، اهي من هنا. وجوه في سوسته من النص، وفي جبينه اهو للموبايل مثلا المناديل، وفي هنا كمان سوسته ثانيه. لا دي كبيره قوي. تعالوا بقى نشوف واحده ثانيه مثلا ستايل ثاني، حاجه اهي برده دوكا برده. اهي من جوه برده. بصوا يا جماعه، وفيها كروس طبعا، هي بالكيس بتاعها. كانها لسه جايه. تمام. عايزه اقول لكم مش اهو من البراند، الكيس بالبراند اللي عليه كمان، يعني عشان ما يبقاش فيه غش او حاجه. تمام، شغلنا على بيضاء. ماشي. عندنا كمان لسه بقى مكملين في الشنط، بقى الشنط تحفه اصلا. عندنا برده حاجه تانية يا جماعه. بصوا هي بتبقى ماركت ايه وايه بقى في الشنط عندكم؟ في دوكا وفي اتش ان ام. دوكا واتش ان ام. بصوا برضو دي برضو. وفي كاربيزا. ده ايه خامتها ايه دي؟ ده كانه جلد شاموه كده. شبه الشاموه شويه من هنا. تمام. ومن بره بصوا من هنا برضو. والجزء ده مشجر، حاجه برضو تهيألي بتبقى حاجات كده مميزه. وكمان المميز فيها مثلا اللي هتشتري واحده مش هتلاقي زيها تاني. بالظبط، ان هي انا شايفه بيبقى الواحده عندكم بس قطعه. تبقى قطعه كده جايه من حاجه كده يعني. تمام. ده الدهر بتاعها. ولو عايزه فيرنيه، في فيرنيه كمان. في ناس بتحب تلبس الشنط الفيرنيه، هي برده زي ما شايفين بالكيسه بتاعتها. دي كاربيزا بقى يا جماعه. بصوا بالتيكت طبعا لما بتتاخد الشنطه بتاعتها فيها وكل حاجه. دي طبعا شنط. ده الوسع بتاعها من جوه. من جوه واسعه، وفيها كذا سوسته عمليه طبعا. جيوب تانية جوه. فيها جيوب ثانيه. تمام. في حاجه ثانيه جلد برده، حاجه كده كلاسيك شويه. طبعا الاذواق كلها موجوده، وزي ما قلنا مفيش شنطه اخت الثانيه. كل واحده شكل لوحدها. حتى لو فيها متكرره بيبقى في ممكن تلاقي منها الوان. يعني حتى لو متكرره في منها الوان. تمام. بصوا مثلا دي ستايل، ده انا بفرجكم عشان لما تبقوا عارفين انتوا جايين هتجيبوا ايه. اهي دي بحر من جوه. دي سوسته. سوسته اهي. السوسته الثانيه دي كمان ستايل. تمام. ايوه، وفي كمان جيبه. جيوب اهي كمان جيبه. ده في كتير قوي، وفي من ورا كمان سوسته. الشنطه من ورا كمان في سوسته، عشان تبقى ايه، تبقى الست طبعا حاجاتها كتير بقى، تبقى حاجه عمليه. في برضو البني اهو دوكا برضو، ستايلها برضو جديد. دي برضو سوستة كبيرة من جوه. ايوه سوستة تانية هنا برضو في الجيوب بتاعتها. في سوستة من جوه هنا. تمام. سوستة ده شكل برضو. تمام. وفي بقى الاسودات بقى، كذا شكل اسود. بصوا دي فيها كده لمعة كده. دي اتش اند ام يا جماعة. بصوا
ده ايه ده سوسته ولا ايه ولا ايه مفتوحه دي ولا ايه؟ سوسته اهي بس هي مفتوحه من فوق. مفتوحه وفيها كروس؟ كروس اه. فيها الكروس بتاعها؟ وفيها سوسته من جوه بقى. دي اتش اند ام. حاجه تانيه دوكا؟ دوكا. دي داخل فيها الفرنيه مع الجلد اللي هو المطفي. بص من جوه الوسع قد ايه؟ فيها كروس كمان. فيها كروس. كل حاجه بالكيس. تمام. ده حاجه اسود كده. في كده اسود اهو. ماركه كربيزه. كربيزه برده. بصوا متطعمه بايه؟ بلون تاني. طبعا هي مقفوله عشان هي جايه كده. وفيها بقى جوه سوسس بقى. ما طبعا عمليه. ده في بصوا شكل كانه بوك. دي بقى جديده خالص دي. كانها بوك كده. كمان برده نفس اللون. بس الدراع بقى الدراع بدل ما هو لبني على اصفر شويه على جملي تمام. ودي برده لمح. في حاجه تانية اهي. بصوا بقى الشنطه دي. بصوا الستايل بتاعها دوكا. بصوا ايه اللي مكتوب عليها ده مليان. شكلها برده بصوا يا جماعه دي برده بتبقى قطعه واحده. هي قطعه اي قطعه قطعه واحده يا جماعه يعني حتى لو لها منها بيلاقي برضو الوان تانيه وبيلاقي حاجه تانيه وبيلاقي حاجات تانيه. وده الكروس دي ظهر تنفع ظهر وتنفع للايد كده يعني ظهر وايد الاثنين. ده بتاع الظهر وفي دي بقى ليها جوه تاني للايد من هنا. الله جميله جدا. تمام. في بقى حاجه كده برضو للناس اللي بتحب الجيوب من بره. حاجه جلد كده برضو نفس الحكايه برضو واسع من جوه. اغلب الناس دلوقتي بتحتاج الشنط اللي هي الواسعه اللي هي بتشيل فيها الحاجه خصوصا الامهات كبيره وهنا برضو جيوب. ايوه عندك هنا برضو حته واسعه. جميل ايوه ما شاء الله. في حاجات كتيره قوي. تعالوا ده في كمان قسم تاني على فرو كده انا شايفاه بس نشوف دي. بصوا دي برضو شبابي قوي دي ستايل تاني. بصوا جميله ازاي. ايه ده ايه ده ده في ايه من جوه وريني كده. بصوا يا جماعه شكلها من جوه عامل ازاي. دي ستايل جديد دي. ده الروسه بتاعها بيجيب من جوه شوسته ثانيه. دي عايزه برضو مكان كده او هي كروس. بصوا شكلها تمام. امال دول بقى ايه بقى قصتهم بقى دول. دول اللي هم دول يا استاذ الحاجات اللي هنا دي دي اي قطعه فيهم عامله 150 جنيه برضو. دي صوف دي ولا ايه؟ حاجات فرو كده. بصوا فرو دي للشتاء بقى تنفع للشتاء اكتر. دي حاجات ب 150 جنيه. في منها الوان كتير على فكره. في منها الالوان بتاعتها هنا. في منها الزيتي. في منها الزيتي كمان. تمام. ايوه. في برضه عندك شنطه زي دي كده. على مهلك. في حاجه كده رياضيه شويه. ماركه كربيزه. كربيزه برضه. احنا شايفين في الشنط اتش اند ام. 150 جنيه. وكربيزه ودوكا. تمام. صح. في بقى حاجات. في برضه كده. بورتوفيهات عشان السهرات. ده برضه ده ماركت ايه ده؟ ده دوكا برضه. دوكا؟ اهو بصوا جماله دوكا. بايد برضه. بايد عشان لو عايزه تحطيها على كتفك موجوده وعايزه تمسكيها في ايدك مفيش اي مشاكل. طبعا البورتوفيه فيه كذا نوع منه وكذا شكل. في حاجه كده مشجره اهي. في كذا شكل. تمام. في حاجه كده. حاجات تانية اهي. برضه الشنط الصغيرة دي. الشنط الصغننة دي برضه أي شنطة براند هنا ب 150 سواء صغيرة أو كبيرة. طبعا أنا بستعرض لكم كده على السريع ده في هنا يعني حاجات كتيرة جدا وفي حاجات جوه كمان. بصوا دي برضه ب 150. دي السكلاتش. صح كده. كمان الحزام بتاعها برضه جوه. أيوه. تمام. تمام. في بقى الستاند اللي هناك ده نشوفه اللي هو بصوا يا جماعه في برده هنا اهي الشنط بقى. بصوا حاجه كده برده 350. ده 350 جنيه. دي ماركه ايه برده؟ دوكا. دوكا مكتوب دوكا. تمام. عايزه اقول لكم مش عايزه اسيب حاجه يعني ما شاء الله. في شكل تاني اهو اخر جمال. ده الوسع بتاعها من جوه. سوسته هنا. ايوه برده السوسته بتاعتها هنا. تمام. في برضه الدراع بتاعها للايد برضه. دراع للايد. دراع للايد للكروس يعني. تمام.
بصوا بقى احنا خدنا جولة كده سريعة في الشنط كلها البراندات، قلنا عندنا دوكا، عندنا اتش اند ام، عندنا كمان ايه اكتر التانية؟ دوكا اتش اند ام وكاربيزا. وكاربيزا. اتمنى منكم يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة والدعوة الحلوة، ويا رب تكونوا استمتعتوا، طبعا لسه بنفرجكم اهو. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.